بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم غارت نجوم سمائك ونامت عيون وأنامك وهدأت أصوات عبادك وأنعامك وغلقت ملوك الأرض عليها أبوابها وطافت عليها حراسها واحتجبوا عمن يسألهم حاجة أو ينتجع منهم فائدة. وأنت إلهي حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، ولا يشغلك شيء عن شيء. أبواب سماواتك لمن دعاك مفتحات، وخزائنك غير مغلقات. اللهم إني أستودعك وأستحفظك بأن لا إله إلا أنت الحي القيوم والنور القدوس، نفسي وروحي ورزقي ومحياي ومماتي وأنفس أهل بيت محمد وأنفس أشياع محمد وجميع ما تفضلت به علي وعليهم حيا وميتا وشاهدا وغائبا ونائما ويقظانا وقائما وقاعدا ومستخفا ومتهاونا وبنور وجهك الكريم الجليل الرفيع العظيم القائم بالقسط، لا إله إلا الله العزيز الحكيم، وبمحمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليه وعليهم أجمعين يا ولي النبيين والمرسلين وملائكتك المقربين، صلواتك عليه وعليهم أجمعين يا رب العالمين وبيتك المعمور والسبع المثاني والقرآن العظيم، وبكل من يكرم عليك من جميع خلقك يا سيدي مع ما تفضلت عليهم وعلينا، فاجعلنا في حماك الذي لا يستباح برحمتك يا أرحم الراحمين.